تنفيذا لتوجيهات سيدي سمو العهد رئيس مجلس الوزراء. انطلق اليوم فعاليات اليوم التعريفي والأيام التعريفية لجميع المدارس الحكومية. وزارة التربية والتعليم نسقت مع جميع المدارس لتنفيذ هذا اليوم. ونود في نفس الوقت أن نشكر جميع الشركات والمؤسسات والمتاجر التي ساهمت مع وزارة التربية والتعليم في التنظيم من خلال توفير القسائم التخفيضات المتنوعة والمتعددة لأولياء الأمور لشراء المستلزمات المدرسية. طبعا الهدف من اليوم التعريفي هو الالتقاء بين المجتمعات المدرسية أولياء الأمور والهيئات الأكاديمية والإدارية بالمدارس، وسوف يكون لها انعكاس كبير جدا على فاتحة بدء العام الدراسي، وخصوصا أن مثل هذا اليوم يمكن أن يسهم في الإجابة عن أسئلة واستفسارات أولياء الأمور، في نفس الوقت الاطلاع على خطط المدارس في سير اليوم الدراسي وأهم المحطات المدرسية خلال العام الدراسي. طبعا توجيهات الوزارة بالنسبة لليوم التعريفي لتعريف أولياء الأمور بالاستعدادات اللي قدمتها الوزارة والتسهيلات والتهيئة اللي تمت لاستقبال أبناء الطلاب في جميع المراحل. زي ما أنتم شايفين الحمد لله يعني الأمور تمام، الاستعدادات كلها متوفرة، كل سبل الراحة إن شاء الله متوفرة والكادر جاهز لاستقبال الطلاب إن شاء الله في العام الدراسي القادم. طبعا هي المدرسة استلم الورقة التعريف التعليمي زين يستلمها، طبعا بالتقي بالاساتذه الموجودين بتعرف عليهم، بتعرف على الجداول وشلون بيكون صفي، وان شاء الله يعني يكون صف او سنه اخيره ان شاء الله تكون زينه باذن الله. السنه هذه وايد يعني مريحه وسهله، وعلى طول يعني كان طالع لهم مكان ابعد من البيت فقدمت لهم على النقل مباشره ونقلوهم على الهدايه، لانهم احنا ما سكننا في البسيتين. كان طالع لهم في المحرق فقدمنا مباشرة أونلاين وطلع لهم أمور كانت سهلة يعني ما شاء الله عليهم يعني كل شيء جهدهم مشكور بصراحة. جينا عشان اليوم التعريفي ونطلع عليه لأن أخوين بدأ شوال الثانوي، هي المدرسة وجمع فيها على كل شيء والمدرسة ممتازة والأساتذة يعني ناس محترمين بشكل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا نرحب بكم في بداية العام الدراسي الجديد. طبعا نحب نشكر جهات عدة وشركائنا بحيث أنه وفروا إلينا مساهمات بحيث أنه تساعد الطالب في الاستعداد إلى الدراسة. وطبعا من ضمن هذه الجهات أكثر من 5 جهات وتوفر عروض عدة من ضمنها اللي هو التخفيضات وغيرها. لأن مدرسة جديدة فأنا حب أن نتعرف عليها نشوف شلون يعني شلون طريقتهم، وهو حبيت أنه يتعرف على المدرسة، فعشان كذي كان بالنسبة لي ضروري أن أجي حق الدفاع التعريسي. وايد متعاونين ما شاء الله الوزير الجديد يعني وايد مستمع حق المواطنين، يستمع شنو يبون ما شاء الله يعني اللي في مصلحة الطالب هو يسويه.